السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنتكلموا على لي رينغ لايت اللي كيسولوا عليهم الناس بزاف. هاد لي رينغ لايت لما كيصلحوا الناس كيديروا الفيديو ولا كيديروا التصوير مثلا غير في المنزل ديالهم، ولا كيكونوا عندهم لي ريزو سوسيون اللي كيخدموا فيهم بحال لابليكاسيون مثلا بحال تيك توك بحال الشين يوتيوب، كيبغيو شي اضاءه اللي تكون مزيانه. حقاش لما كانتش الاضاءه ما غتاخذش الوان ديال الملامح مزيانين، ما غيعجبوكش لي فيديو وتصدق كل شيء في زيرو. من الاحسن تبدا باضاءه مزيانه. اليوم غنقصر عليكم رينغ لايت الاضاءه ديالو مزيانه. بالنسبه للناس اللي يلاه بادين كيخدموا بالرينغ لايت، وكاين شي لعيبات اللي تخدم لهم بالرينغ لايت مثلا بحال تيك توك، ما كتحتاج شي حاجه اللي يكون فيها شحال تانفيستي الفلوس بزاف، ما كاينلاش. تاخذ رينغ لايت يكون مزيان ابارتي، ما تاخذش اللي صغار، تاخذ شي واحد يكون ابارتي 60 سنتيمتر الفوق، وتبقى تصور به في تيك توك، تصور به في الشين يوتيوب، تصور به في انستغرام باش يطلع لك داك الشيء زوين. ولاحظ قبل ما كنتي كتصور بالرينغ لايت وصور به وثاني دير الفرق وشوف، تلقى الفرق زوين وغيشجعك على انك دير فيديوهات جداد. حقاش هذا من الاسباب اللي كيخليك انك تحبس في لي فيديو، كتكون عندك الاضاءه ناقصه وكتصور ديك ليماج ما كترضاش عليها، صافي تما فين كيوقع لك المشكل. من الاحسن تاخذوا لي رينغ لايت، نعطيكم لي بري ديال رينغ لايت، تيبداو من 500 درهم شي حاجه صغيره، ولكن هادو ما ننصحكمش بهم. بغيتوا رينغ لايت مزيان ابارتي 1000 درهم الفوق باش تاخذوا شي رينغ لايت اللي غيخدم لكم مزيان. وكاين فيهم بزاف ديال لي ماركين نورمال اللي فيهم غير البياض الصفر، وكاين لي ار جي بي كتلقى فيهم الزرق، كتلقى فيهم اللي فيه بزاف الزرق الخضر، هادشي متنوع كيعاونك باش تبدل عاوتاني في الخلفيه. كل مره تبدل الخلفيه دير خلفيه مختلفه عكس لي رينغ لايت العاديين. كنصحكم والناس اللي بغاو شي رينغ لايت مزيان احسن ياخذوا لي رينغ لايت بروفيسيونيل، راه كيديروا الثمن الخوت بين 2000 درهم حتى 3000 درهم، سا دي بوان على حسب الكاليتي وداكشي. ما تنساوش الخوت الاضاءه كركز عليها بزاف، حقاش راه هي الاضاءه، راه هي الصوره مهمه حتى على التليفون اللي كتصور به ولا الكاميرا. وخلاص هاد لي رينغ لايت راه فيهم لي سيبور ديالهم اللي كيكونوا الوسط اللي كيديروا التليفون، كتلصق فيهم التليفون ديالك وتيتصور لك داكشي مزيان، وكاين اللي فيهم سيبور ديال الكاميرا على حساب انت وشنو غادي تخدم. رينغ لايت كيعطي اضاءه مزيانه، مع هو راك تعرفوا الرينغ لايت كيعني اضاءه مدوره فيكسي لك على الفيزاج ديالك. حق الرينغ لايت كيخدم بزاف مزيان غير لي بورتري، لي بيرسوناج كامل الناس كيصوروا، لي موديل الناس كيصوروا، شوتينغ ديال البيرسوناج كامل راه ما يخدمش ليكم. لي رينغ لايت مع تال بورتري، لي فيديوهات ديال اليوتيوب، شي حاجه اللي كتشد فيها غير النص. هادشي الخوت اللي كان في هاد لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا بزاف، ومتنساوش خليو لنا لي لايك ديالكم واللي جام، وتبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا الناس بزاف. والسلام عليكم.